إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إقرار ميزانية 2023-2024 قرعنا جرس الإنذار بأن إيرادات النفط لم تعد تكفي حتى رواتب الموظفين، ومن وحي الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار، في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار، أي بنسبة 90% من إيرادات النفط. ونتيجة لذلك لم يتبقى عندنا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة اللي تنتظر الشعب الكويتي وخاصة فئة الشباب، ناهيك عن مشاريع التنمية المطلوبة واللي تأخرنا فيها لسنوات طويلة. أيضا لدينا استحقاقات مطالبات شعبية أيضا معقولة ومنطقية بزيادة الرواتب، الارتقاء بمستوى المعيشة للمتقاعدين، خطط التنمية وتطمير الخدمات. هذه الأمور كلها تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وبشكل عملي وواقعي وذات جدوى اقتصادية مهمة، وإلا سوف نكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.